بدأ مؤتمر الحوار الوطني وانتهى، ولكن المواطن لم يشعر بذلك لأنه لم يشهد تغيرا ملموسا على أرض الواقع، ولا زالت مخرجات الحوار الوطني حبرا على ورق. كلية الإعلام في جامعة صنعاء أقامت ندوة توعوية بمخرجات الحوار الوطني، شارك فيها نخبة من أساتذة الكلية وطلابها وممثلين من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعدد من الصحفيين والإعلاميين. الغرض من تنظيم هذا البرنامج هو التوعية في إطار المحيط الصغير الذي نعمل فيه وهو كلية الإعلام في إطار جامعة صنعاء، بحيث يعرف طلابنا وطالباتنا مخرجات هذا الحوار وما أهمية هذه المخرجات وما الذي تعنيه بالنسبة للمستقبل، لأننا كما نعرف أن هذه المخرجات هي مدخلات الدستور الجديد. التنمية المستدامة أحد أهم المحاور التي تم مناقشتها في الندوة من خلال قراءة أولية للتنمية الاقتصادية في مخرج التنمية المستدامة التي جاءت في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، كما تم مناقشة الرؤى المستقبلية لكيفية تناول وسائل الإعلام لمخرج التنمية المستدامة. وتكلمنا وتطرقنا على أولويات التنمية في بلادنا، وهي التنمية التعليمية، التنمية الصحية، كيف أولى فريق التنمية اهتمامه الكبير بموضوع التنمية البيئية، التنمية الاجتماعية والثقافية. الندوة أكدت على أهمية دور وسائل الإعلام في هذا الخصوص، وأن مقياس نجاح هذه الندوات هو مقدار الوعي الذي ينتج عنها وتأثيرها الإيجابي في استيعاب تلك المخرجات والإلمام بتفاصيلها، لكي يتشكل رأي عام يعرف ما آل إليه مؤتمر الحوار الوطني. بالنسبة لدور الإعلام في مجال يعني مخرجات الحوار الوطني بشكل عام والتنمية المستدامة باعتبارها من أهم المخرجات بشكل خاص، فإن الإعلام أكيد دور أساسي ومهم، لأنه بدون الإعلام لا يمكن تقوم تنمية، لا يمكن يعني تنفذ المخرجات. المشاركون أشاروا أنه في هذه الأوضاع التي تعيشها بلادنا لسنا بحاجة إلى مزيد من الاحتقان بقدر ما نحن بحاجة إلى التعايش والتقارب، وعقد ندوات ومؤتمرات وطنية من شأنها لم الشعث وتوحيد الرؤية من أجل مصلحة الوطن. عبد اللطيف بشاق، اليمن اليوم.